والسلام على رسول الله. هذا بلاي ستيشن يا اخوان، ما قد دخلته بيتي، ودخلته اني اجرب بس خلي ما يستلوا العيال. اقسم بالله العظيم، اقسم بالله، شوفوا في شهر فضيل وفي ساعه فضيله، انه سبب بلاء اولادي ودمارهم هذا الخبيث البلاي ستيشن. واللي يحب اولاده يطلع البلاي ستيشن من بيته، نصيحه لوجه الله عز وجل. اقسم بالله ما طلعنا هذا الكلام الا من شيء، من تجربه، دمر الاولاد، فسد الاولاد، جاب لهم النفسيه، جاب لهم البلاء. وهذه نصيحه. وهذا الخبيث والله ما رضيت ابيعه حتى لا اني ابتلي فيه مسلم، ولا رضيت ابيعه. اقل حاجه بيجيب لي 1000 ريال سنه، والله سنه واحده. اقسم بالله دمرهم، تركوا تحفيظ القران وتركوا القران وبيفلتوا بصلاتهم، وبر الوالدين يسب ابوه ويلعن كله بسبب الخبيث هذا، وترك مدرسته بسبب الخبيث هذا. كل دمار البيوت، نصيحة لوجه الله، كل دمار البيوت بسبب الآن البلايستيشن. اللي يحب أولاده لا يدخل بلايستيشن بيته، من يوم ما يفتح عيونه من النوم يدور البلايستيشن. وهذا البلايستيشن هو ألعن وأخبث وأوسخ شيء يدمر البيوت. اللي يبغى يدمر بيته يخلي بلايستيشن بيته. لوجه الله عز وجل، أسأل الله العظيم أن يعوض خيرا منه. والله ما نقبل بيع ولا أقبله. ونصيحة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من استولاه الله رعية ومات وهو غاش له، حرم الله عليه الجنة، حرم الجنة عليه، لأنه غش أولاده وغشهم بهذا الخبيث. وانتبهوا تسمعوا كلام الحريم، الولد مسكين طفشان، الولد ايش، اتركوهم، اتركوهم لوجه الله. اقسم بالله العظيم هذا البلايستيشن ألعن حاجة. هذا والله ما عاد يدخل بيتي ولا اقبله نهائيا، واني كسرته واقدر ابيعه ب1000 ريال، لكن لوجه الله ولا ابتلي فيه مسلم. خلاص ولا عاد بقي منه وصله. بلاي ستيشن مستعد يبيع امه وابوه واخوانه واهله عشان البلاي ستيشن، ويضيع مستقبله حياته كلها بسبب البلاي ستيشن. وهذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله.